السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب. النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا لكل المربين وهو الكلاب، وطبعا الموضوع ده ممكن يقابلك وتبقى مشكلة كبيرة لو انت ملحقتش الموضوع ده بسرعة. طيب ايه هو الموضوع؟ موضوع اللي هي حساسية الصدر عند الكلاب، او مشكلة التنفس، او مشكله ان الكلب بتاعك بينهج باستمرار من غير اي طاقه، من غير اي باور. تلاقي الكلب بتاعك ممكن يعطس بتكرر ورا بعض، باستمرار ورا بعض. تلاقي الكلب بتاعك مخنفر زياده عن اللزوم، زي ميزان خنفره الاطفال كده. تلاقي الكلب بتاعك عنده زكام وعنده سيل كده في مناخيره. طبعا دي كلها مشاكل في بتعمل حاجه اسمها حساسيه الصدر. طبعا حساسيه الصدر او المصطبه بتيجي من ايه؟ بتيجي يا باشا بتبقى من العوامل الجوية، من تغيير المكان الكلب من مكان تاني، بسبب مثلا لو انت بترش المكان بتاعك بمبيدات حشرة سامة عشان تقتل الحشرات والفئران والكلام ده كله. بتبقى طبعا انت بتبقى غصب عنك بتبقى عاوز تعمل يعني تقتل الحشرات، بس في نفس الوقت طبعا ده غلط، لان انت بتقتل الحشرات بمبيدات حشرة سامة. اي نعم، بس لازم تعزل الكلب او الكلاب اللي انت متواجد فيها المكان بتاعك، وبعد كده يبقى في فترة تحضير ان انت تدخل الكلب بتاعك تاني. لو انت يا باشا بتدخن، لو انت حضرتك انت بتدخن والتدخين ده وانت واقف مع الكلاب بتدخن، التدخين ده في بعض من الكلاب بيحصل لها حساسية صدر زينا زي البني ادمين بالظبط. لو انت برضه بتعمل مثلا بتنظف الاراضي الارضيه عندك بكرول خام، او لو انت جبت كرول خام ده وبتخففه، بتخففه برضه بنسبه قليله من الميه، لازم برضو دي بتعمل حساسيه صدر، برضو بتعمل حساسيه لبقتين عند الكلاب، عند بعض الكلاب. ممكن في كلب تاني ما يتاثرش بالموضوع ده زي البني ادمين بالظبط. في بني ادم يتاثر بحساسيه صدر، وفي بني ادم يتاثر لو لابس ساعه مش عارف ايه، كل ده زي معايشه الكلاب بالظبط. طبعا برضو ما ينفعش ان انت تغسل بكرول خام او الكرول اللي انت بتضيف عليه ميه يكون النسبه قليله، لازم برضو تعزل الكلاب خالص، لان برضو الكرول حتى لو حطيت نسبه قليله من الكرول على الميه برضو لازم يطلع روايح، ويعمل حسابك منتجات الكرول ممكن تكون بايظه. لو هي بايظه برضو تعمل حساسيه، حتى لو انت حطيت نسبه قليله جدا. والأواد النظافه برضه لو انت حطيت نسبه قليله ممكن تكون خارج الصلاحيه، تعمل لك برضه روائح كريهه بالنسبه لبعض الكلاب تعمل لهم حساسيه صدر. طب اعمل ايه يا ابو مصطفى لو انا لقيت الموضوع ده؟ الكلب بتاعي نبضاته سريعه، نهجان، خنفره، الدنيا مقلوبه معايا وانت مش عارف فيه ايه؟ طبعا ده حساسيه صدر. رقم واحد، الموضوع ده بنشتغل عليه بنشكين. الشق الاول ممكن يكون امر طبيعي، بس الامر الطبيعي ده انت هتحدده ازاي؟ لو انت تلاقي الكلب بتاعك بيعمل الموضوع ده اللي هو سرعه نبضات القلب ونهجان وخنفره والكلام ده كله، عمله النهارده وما عملوش بكره، وبعد كده رجع عمله بعد يومين ثلاثه، يبقى ده امر طبيعي خالص، ده عادي. هو بس هيستمر الامر الطبيعي ده، مشكلته اللي هو هيستمر مع الكلب لمده اسبوعين لثلاثه من غير علاج ولا ادويه ولا اي حاجه. انما لو تلاقي الكلب بتاعي يا باشا كل يوم في وقت معين بيعمل الموضوع ده، في نهجان، في نبضات القلب سريعه، مش قادر يتنفس، في خنفره شديده، في عطس شديد، في كحه شديده، كل ده يبقى ده مع لو عملها كل يوم كل يوم في نفس التوقيت او في التوقيت اللي هو معتاد عليه، يبقى ده طبعا موضوع حساسيه الصدر بسبب الاشياء اللي انا قلت لك عليها. طب العلاج يا ابو مصطفى؟ علاج بسيط جدا وكل حاجه هنشتغل عليها من الصيدليه البشريه، بس يا ريت بعد اذنك تشترك معايا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو انت اول مره لسه تشوفني يا ريت تشوف الفيديوهات القديمه هتستفاد جدا بيها، ولو عوزت اي حاجه انا تحت امرك في الفيديو. نرجع نكمل حلقتنا. علاجنا ايه؟ علاجنا من الصدأ البشري هنجيب رقم واحد صلب مضاد حيوي، ده بالنسبه من الكراوي عمر شهرين لحد ست شهور، هتشتغل مع الكلام ده لحد ست شهور، من شهرين لحد ست شهور هتجيب المضاد الحيوي صلب 750، هتديله كل 12 ساعه حقنه في العضله لمده 3 ايام، وتريح يوم وترجع تدي 3 ايام تاني، بس مش هتدي كل 12 ساعه، هتدي 24 ساعه لمده 3 ايام كمان. وهتدي بالنسبه وهتجيب حاجه اسمها سيلو كورتيف ده يا باشا مضاد التهابات، ويشتغل على الجهاز التنفسي باذنك يا رب، هيقضي لك على المشكله دي كلها. هتديها للجرو بتاعك من عمر شهرين لعمر ست شهور كل 24 ساعة حقنة في العضلة.
دي ما تكررهاش تاني ولا بعد 3 ايام ولا اي حاجه، هي مده 3 ايام بس وتوقفها، لان معذوره ان انت تشغلها بعد 3 ايام بالنسبه للجراوي من عمر شهرين لست شهور، انما فيما بعد ممكن نشتغل عليها بعد كده. طيب الموضوع كده انتهى؟ اقول لك لا لسه ما انتهاش. هتجيب حاجه اسمها من عند الاعشاب من عند العطار، هتجيب قول له عايز حاجه اسمها زيت السمسم. زيت السمسم ده يا باشا بتقوم جايبه عباره عن ازازه بتدهن تحت رقبه الكلب كله وودان الكلب من جوه وصدر الكلب من تحت، بتدهنه زي نظام دهان، بتدهن تحت رقبه الكلب رجلين اللي قدام ورجلين اللي ورا، وبتدهن من جوه في ودن الكلب وتحت الكلب من في صدره. تمام؟ تمام. وهتجيب دي ده زيت السمسم، وهتجيب حاجه اسمها من الاعشاب برضو حاجه اسمها اعشاب البروبيليس، اعشاب البروبيليس مع اعشاب الجنزبيل. هتجيب اعشاب البروبيليس مع اعشاب الجنزبيل كل منهم معلقه على معلقه ولا اتنين عسل ابيض نضيف، تمام، وتخلطهم ببعض كويس وتسحب بالسرنجه وتدي كل يوم 2 سنتي او 5 سنتي للكلب في بقه، لو كلب كبير ممكن تدي 5 سم، لو كلب صغير هتدي 2 سم ونص او 3، وانت لو اديت 5 سم ما يضرش، بس انا بحب ان انا في الحاجات دي ما دام الحاجات اللي بتعتمد على الاعشاب بحب ان انا اشتغل معاها ايه واحده واحده لحد ما الدنيا تقوم معايا. بعتاد على الموضوع ده لمده 10 ايام، اعشاب البروبلس مع الجنزبيل، الخليط الاثنين كل حاجه بقدر متساويه مع معلقه ولا 2 من العسل الابيض الكويس، واديله زي ما قلت لك من 3 سم ل 5 سم ما يضرش. ده بالنسبة مع زيت السمسم تكرره لمدة 10 أيام. تمام؟ العلاج زي ما قلت لك سلبن 750 هتدي كل 12 ساعة وتريح يوم في الوسط، وبعد ما تريح بعد 3 أيام يوم ترجع تاني تدي سلبن اللي هو المضاد الحيوي، بس هتدي له كل 24 ساعة مع اللي هو المضاد الالتهابات والجهاز التنفسي، اشتغل على الجهاز التنفسي اللي هو السولو السيلوكورتين. هتدي كل يوم أمبول في العرض. تمام يا باشا؟ تمام. وعايزك بقى ان شاء الله امر الله لو ساعه النهجان لما انت تلاحظ ان الكلب بينهج نهجان شديد في المعلومه اللي انت قلت لك عليها دي، ولو حس ان الكلب بينهج عايزك تيجي عند زوره من تحت وهو بينهج في الوقت اللي هو بينهج عليه، هتمسك من عند زوره كده هتلاقي فيه عضلتين، العضله دي والعضله دي، ان العضلتين اللي هنا دول بتمسكهم بتدلكهم، بتدوس عليهم كده وتدلكهم فوق وتحت. هنا بتدي اشارات للجهاز المناعي بتاع الرئتين بتعرفه اللي هو بتاع الصدر الاشارات القلب ولا ايه؟ بتعرفه ان النبض عالي، هنا بيدي هنا اشارات للجهاز المناعي بتاع القلب اللي هو يوطي النهجان ده. عاوزك تعمل الموضوع ده وتعتدي عليه اول برضه ما تلاقي الموضوع ده عندك مع العلاج هيجيب النتيجه، بس يا ريت تعمل الموضوع ده زي ما قلت لحضرتك بحيث ان هو يعرف بيدي اشارات للجهاز المناعي بتاع القلب اللي هو الضغط عائل السرعه مش مظبوطه، بيقلل عدد دقات القلب وعدد النهجان والكلام ده كله، ده طبعا بيساعد معنى ده. طبعا يا ريت يكون الموضوع ده افادك، ويا ريت بعد اذنك لو انت استفدت مني باقل من المعلومه يا ريت بعد اذنك تشترك معايا وتفعل زر الجرس، ويا ريت يا جماعه نشير كتير عشان الناس كلها تستفاد لو انت حضرتك استفدت. ولو عوزت اي حاجه تحت امرك في اي وقت رقم التليفون 010-224-1751-3 او اكتب لي في التعليقات ارد عليك في اي وقت. وتحياتي لكم وتحياتي للناس المشتركه معايا على القناه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.